هل تعتبر نفسك مظلوم لأنك ما نلت أدوار أولى في المسلسلات السعودية بعد 30 سنة من العمل؟ نعم. هل شباب البوم هو المسلسل الأكثر شعبية في السعودية؟ نعم. هل ناصر القصبي هو الكوميدي رقم واحد في المملكة؟ لا، هي مطب. أكلنا المطب. هل في نجمة رقم واحد للكوميديا السعودية اليوم؟ لا.